السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. في ناس كتيرة جدا بتسألني بتقول لي يا دكتور إيه هي الشركات المرخصة في كفاءة الطاقة في السعودية، ونقدر نروح ناخد الخدمات بتاعت كفاءة الطاقة من مين؟ في عندي الشركات المرخصة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهي كالتالي: شركة إسكو، شركة آل سالم يورك سيرفيس، شركة سيمنز المحدودة، الشركة الشاملة لحلول الطاقة والمياه والبيئة المحدودة، شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد، شركة نسمة للبنية التحتية والتقنية المحدودة، شركة إنوفا لإدارة المنشآت والطاقة، شركة قدرة العربية، شركة التحكم الذكي، شركة إنجي إنرجي سيرفيسز السعودية ليميتد، شركة أنظمة الخليج المتقدمة للتكنولوجيا، شركة أول الحلول، شركة البطين للطاقة والاتصالات، شركة تعزيز المتقدمة للصناعات الحديدية، شركة البون ليميتد، شركة صداقة البيئة الخضراء للمقاولات، شركة واحد المنصورية للمقاولات والصيانة وامست، المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، شركة الجهاز المحدودة للمقاولات والتجارة، شركة هانيويل تركي العربية المحدودة، شركة العبد الكريم القابضة، شركة كوانتم لحلول الطاقة السعودية، شركة عصر كفاءة الطاقة، الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ترشيد، شركة سايد تكنولوجي العربية السعودية، شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة، شركة الزامل للصيانة والتشغيل المحدودة، شركة بازي للتجارة والمقاولات المحدودة، شركة الحلول الخضراء للطاقة، شركة سيراكو للطاقة، شركة آفاق القمم التجارية، شركة سمارت اي 2 اي انرجي افيشنسي العربية، شركة كهرباء المباني للتجارة، شركة كفو للطاقة، شركة سان بوكس السعودية للطاقة، شركة التك للطاقة، شركة دالكيا الشرقية أو دالكيا الشرق الأوسط للطاقة، شركة مقاييس للطاقة، شركة بيت الكهرباء المعاصرة للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة الحلول الرقمية، شركة سيجنيفاي العربية السعودية المحدودة، شركة مهمة للمقاولات العامة، شركة ساند المرافق بتقنية المعلومات، شركة آفاق للطاقة، شركة حلول الطاقة المتكاملة، مؤسسة المدن المتطورة،
الشركة الوطنية لإمدادات الطاقة، مؤسسة شمسية التجارية، شركة جادة للطاقة والتجارة والمقاولات، شركة جادة الطاقة للتجارة والمقاولات، شركة التقنية المستدامة للطاقة، شركة تمهيد للطاقة الخاصة، شركة المتقدمة للطاقة، شركة حلول عين الصقر للمقاولات، شركة SGS لخدمات الفحص العربية السعودية المحدودة، شركة خدمات ديالوج السعودية المحدودة، مؤسسة البراد العالي للمقاولات، شركة تقنيات المستقبل المحدودة، شركة حلول الريادة للطاقة. وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالطاقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.